أعرب النازحون في مدينة خان يونس بقطاع غزة عن أملهم في أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرين إلى مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي الوقت لارتكاب المزيد من الجرائم. بعد قرار محكمة العدل الدولية بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، رحب الفلسطينيون بالقرار، لكنهم أعربوا عن أملهم بوقف لإطلاق النار بقطاع غزة. ففي أحد المخيمات بخان يونس كان يتطلع النازحون إلى أن تنهي محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري. كل يوم صرنا نعاني من أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى. احنا كنا نأمل من محكمة الجنايات الوقف الفوري عشان نحقن دماء الناس المتبقية او يعني من باقي افراد الشعب الفلسطيني. احنا يعني لو كل ساعة بتمر علينا نخسر فيها ارواح ناس بتعزها ومن عزها، يعني ارواح اقارب، ارواح جيران، أطفال أبرياء عزل ما لهم علاقة بهذا الحرب. وقال النازحون إنهم ينتظرون وقف إطلاق النار كل يوم، معربين عن مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي للوقت الذي منحته لها محكمة العدل الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم. إحنا إنا 3 شهور وإحنا كل يوم بكرة نحن نصير هدنة، نحن بالناشد يعني يوميا بال100 شهيد بال200 شهيد. ليش المحكمة الدولية هذه إنها تعطي اليهود وقت ومهلة انهم يضلوا يكتلوا فينا ويبيدوا فينا بال100 شهيد وبال200 شهيد؟ هذا يوميا في خان يونس، في رفح، في النصيرات، في مغازي، يعني يوميا في 100 شهيد، في كل منطقة في 100 شهيد. هذا حرام وظلم. كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة واتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.